شو عم يسوي فريدو؟ بعد ما أكل نام فورا. حبيبتي عادي جميلة، سوي لنا قهوة. حاضر عدنان بيك. أي مهند، لسه ما حددت وقت كتب الكتاب؟ لا لسه ما حددنا، لسه ما جهزنا حالنا. أكيد لحتى يخلص جامعته. إذا بدي تستنى مهند يخلص جامعته، أوه راحت عليهم، بتزوجوا بعد شي 100 سنة. بس يصير هو بشرى يمشوا على العكازة. لا تخوفيها لبشرى. بيقول له القاضي يا جدو بدك توقع على الدفتر مو على الطاولة. بيقول له مهند ما سمعتك. هلا هي بتضحك؟ مراد اتركها هلا، رح نشوف امتى بدها تتخرج. هلا عرفنا ليش مهند كان عم يتلهى وما عم يدرس منيح، لأنه بشرى أخذت عقله. يعني بس مهند ياخد الشهادة رح تتجوزوا؟ رح أتركه على راحته، ما رح أضغط عليه. ولسه ما خدم جيش. بالنسبة إلي مو مشكلة، هو بيقرر. وبلكي عفى حاله من الجيش. إذا صار هيك السنة الجاي مثل هلأ منتزوج. القعدة هون والحديث عن زواج مهند عن جد شغلة ما بتتصدق. إن شاء الله ألف مبروك. والله فرحت لكم من كل قلبي. شكراً عمو. شكراً عمي. أي وهي صار عندنا خانم تانية بهذا البيت، بس إن شاء الله تكون منيحة مثل العارضات. شو صار؟ عم امزح. والله فرحت كتير، الله يتم ملهون على خير. امين. ايه سبحان الله، كل شيء اسمه ونصيب. بتعرفوا قديش مهند عنده علاقات، واخر شيء قرر انه يتجوز. ايه معناها بيحبها لهالبنت. اكيد بيحبها طالما قرر يتزوجها. يا جماعه اسمعوا لا تصدقوا، هو عم يتقرب من عدنان بيك، ما في شي تاني، عم يحسن وضعه بيناتهم. ليش هن متزعلين؟ لا يعني مشان يصير أحسن. بلا ما تتهربي، احكي شو بتعرفي. شو هالكلام هاد؟ حسني ألفاظك. قالت كلمة وهلأ عم تتراجع. ما تراجعت، هو معصب منه لأنه عم يهرب من الجامعة، مشان هيك عم احكي. مانك مضطرة تشرحي لحدا يا جميلة. يا جكرك بكفي، شو صار لكم هلأ؟ حاجة تتخانقوا مع بعض عيب عليكم. ما بعرف ليش عم تحكي معي هيك. جميلة تعالي خديله القهوة. حاضر. وانت شايفتك قاعد ممكن بالزبالة. لسه بكير، صاروا كتار. يلا انت رح تضلي تشتغلي حتى بعد ما تتزوجي؟ طبعا ما فيني اقعد بدون شغل لاني تعودت عليه. بتصيري تشتغلي مع مشاهير الموضة، ما عم تروحي على الافتتاحات. وصلت القهوة. وليش مبسوطة كتير؟ انت بتضل تحكي، ما فيك تسكر تمك شوي قدام الضيوف؟ بس يا اولاد. بس ما في ضيوف هون، بشرى خانم صارت من العيلة. منيح، خليكن عم تتخانقوا هيك. كتير حلوين، بالأول عروستنا. ما بيصير يا خانم، انتي بالأول. على مهلك. أنا آسفة صار شي؟ ما في مشكلة. يلا مراد على الدراسة. أنا درست وكتبت وظايفي. تفضلي. يسلموا إيديكي. إذا طلعت ما بتوخزوني مو هيك؟ لازم أدرس شوي، رح ينبسطوا كتير. مراد تصبحوا على خير. وانت يا اهله فرحت لك كثير مهند، ان شاء الله الف مبروك. عبالك ان شاء الله. الف مبروك. شكرا لك. بدك مساعده؟ لا رح ادرس شوي. ممكن اشوفه لفريد وانا طالعه؟ طبعا. لا تخافوا ما رح فيقوا، رح اشوفه من بعيد. عدنان
عدنان بيك؟ عدنان بيك؟ شوفي خير ان شاء الله. نهال ما بعرف وين هي حبيبتي. نهال اختي بعد مراد قوم هاتوا مي بسرعه. هاتوا هاتوا مي بسرعه. جيبوا مي بسرعه على محلكم. نهال يلا بسرعه. بشير يلا يلا نهال. بشير عدنان بدي روح معك. لا انت خليكي على محلك. بشير نهال شو صار له؟ شغل السياره بسرعه. شو صار؟ نهال وقعت بالارض. لطيف الضغط طبيعي. روحي على غرفة الأشعة وخليهم يجهزوا الطبقي المحوري. حاضر دكتور. ما في داعي أنا منيحة. الدكتور بيقرر هالشي. ممكن نطلب تحاليل تانية حسب نتائج الطبقي المحوري. شو بيلزم أعمله رجاءً؟ لا تخاف تطمن. مع فاي. بابا صدقني أنا صرت منيحة ما فيني شي. لا تعاندي. نهال حبيبتي لا تساوي هيك. لازم تعملي كل التحاليل مشان نطمن أكثر. خايفة يبين بالتحاليل إنه عم تتدلع. خوفتين عليكي. ألو. إيه منيحة ما في داعي تخافي. صحيت ونحن طالعين من البيت. جبناها لنقطع الشك باليقين. رح نساوي لها شوية تحاليل. عم نستنى. أنت وينك رحتي على البيت؟ طيب مع السلامة. مشغول بالا بتقلك مع فاي. شكرا. حرام خليتها تخاف على الفاضي. اعتذر لي منها كتير. ولا يهمك. تفضلي مشان ناخدك على غرفة الأشعة. ما في داعي للكرسي فيني امشي. بس هي القواعد. مترجاك بابا. ماشي عم قلكن منيحة ما بتصدقوني. انتو ما في داعي تروحوا معنا نحن رح نساعد. ماشي عمي لا تخاف هلا بتشوف ما فيها شي. هي مو أول مرة. تتذكر قديش أخذناها على الدكتور ونساوي لها كل التحاليل وما يطلع مع شي. بس لازم يكون في سبب يا مهند. اتصلوا بالبيت أحسن ما ينشغل بالهم. اتصلت بسمر من شوي وخبرتها أنه صارت منيحة. أصلا نحن تعودنا على هالشي لأنه هي كل ما بتزعل بيصير معها هيك. بس اليوم ما بعتقد أنه في حدا زعل لأختي. كنا قاعدين عم نمزح مع بعضنا ومبسوطين مزبوط؟ ايه حبيبي يلا ما بدك تنام؟ ما بدي رح ادرس شوي لبين ما تجي اختي. مثل ما بدك انا رح روح مشان ما لهيك. بدك شي حبيبي؟ لا ما بدي شي. طيب تصبح على خير. وانتي من اهله.
Thank you.